هناك امرأة تبنت ولدا وربته مع أولادها ولكنها لم ترضع، فهل يجوز لها أن تزوجه من إحدى بناتها؟ وإذا أرضعته فهل يأخذ لقب أبيهم ويرث ويورث؟ أما مجرد أنها غذت هذا الولد من الصغر ومثلا ربته من صغره، هذا لا يثبت نسبا ولا قرابة بينه وبينها، وهو أجنبي منها ومن بناتها، فيجب عليها أن تحتجب منه ويجب على بناتها أن يحتجبن منه لأنه أجنبي منهن، ما دام أنه لم يحصل رضاعة، وإنما الحاصل مجرد أنها ربته وغذته من الصغر. وتسميته التبني خطأ، لأن التبني منهي عنه في الإسلام، وليس هناك تبني إلا للأولاد، أولاد النسب أو الأولاد من الرضاعة، أما مجرد التربية والتغذية للصغير هذا لا يثبت قرابة ولا نسبا ولا يسمى تبنيا ولا يجوز التسمية بهذا اللفظ. أما لو جرى بينه وبينها رضاعة بأن رضعته رضاعا كافيا، أن يعني يكون 5 رضاعات فأكثر، وأن يكون ذلك في الحولين، فإنه يكون ابنا لها من الرضاعة، وتكون بناتها أخوات له، ومحارمها يكونون محارم له، بقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. في حديث آخر: تحرم الرضاعة ما تحرم الولادة. فهو يكون ابنا لها في المحرمية فقط، أما أنه يرث منها أو ترث منه فلا، لأن الرضاعة لا تثبت ميراثا وإنما تثبت المحرمية فقط، أما الإرث فهو خاص بالقرابة من النسب. الله تعالى أعلم. بالنسبة للزواج ما لم يكن هناك رضاعة، هل يجوز أن يتزوج من بنات هذه الأم؟ ما لم يكن هناك رضاعة بينه وبينها أو بينه وبين أحد من بناتها أو أخواتها، فإنه لا بأس بذلك، تزوج من بناتها لأنه أجنبي منها، حتى لو تزوج منها هي ما في معنى لأنه أجنبي منها. نعم.